كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي توافق مصر والدنمارك بشأن أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر بذلت على مدى 10 سنوات جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق. نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي الأزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضه ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على أن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الآسيويين. وده طبعا احنا بنقول ان احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الآسيويين. نحن نتفهم ان التنمية في آسيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبة، بس بنقول ايضا واحنا بنوجد واحنا متفاهمين ده وايضا مستعدين نتعاون معاهم فيه، ان احنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري باي شكل من الاشكال. والحقيقه انا لقيت تفاهم لدى فخامه رئيسه الوزراء على ان الدوله اللي هي الاكثر جفافا في العالم مصر ما عندهاش فرصه انها تتحمل اي نقص من الميه يصل اليها في اي وقت من الاوقات. بالمناسبه ما كانش ابدا موجود على نهر النيل عبر الاف السنين ابدا في سد موجود بيؤثر على المياه، سواء كانت المياه دي كتير او قليله.